مقهى بينون. توقفي، ما الأمر يا رومبا؟ شيء في هذا المكان رائحته شهية. صحيح. أهلا يا روزي. أهلا يا رومبا. ما هذه الرائحة الأشهى من شهية؟ من يرغب بكعكة حلوى؟ أنا. من فضلك. شكرا بينون. هذه أشهى وألذ كعكة حلوى ذقتها في حياتي. هي قلت ذلك عن كعكتي، لكن هذه لذيذة جدا يا بينون. هي كلي من حصتك يا بلبلة، إنها لذيذة جدا. يمكن أن تكون طباخا حقيقيا. نعم أستطيع ذلك. سكوت لنستمع إلى الإعلان الهام. أهلا جميعا، شكرا لمجيئكم إلى الافتتاح الكبير. المقهى بينون الصغير. شكرا يا بلبلة. أعلن افتتاح المقهى. رجاء اطلبوا ما تريدون من مساعدي. أنا أولا يا مساعد، اقترب. والآن لنرى، أنا أريد خسا وطماطم في خبز بالسمسم مع بذور دوار الشمس، وأيضا جبن. ماذا؟ ولكني لا أريد جبنا. مساعد، أنا لم أطلب منك أن تأتي بحلوى التوت مع الزيتون. جبن. أنا جائع جدا، استمعوا إلى بطني تكركر. نعم، نحن ننتظر منذ وقت طويل. أرجو أن يكون بينون بخير. بسرعة. آسف للتأخير، كل شيء على ما يرام. فوضى. ماذا؟ لا أعرف كيف حدث ذلك. لكنك بارع في تحضير الطعام يا بينون. لكنني لم أحضر طعاما لمثل هذا العدد من قبل. أردت أن يكون كل شيء مميزا، والنتيجة انظري. اهدأ يا بينون، تنفس عميقا، أنت أفضل طباخ على الإطلاق. اسمحي لي يا روزي، لدي ما أريد أن أقوله. أعرف أنكم تنتظرون مني أن أحضر لكم أطيب طعام ذقتموه في حياتكم، وأنا لا أريد أن أخيب أملكم. إذن المقهى هو الآن مقفل نهائياً. لا، هذا خبر محزن وسيء أيضاً. أنا عندي حل آخر، أعرف أين يوجد طعام إذا رغب أحدكم. طعامي، إنه اختفى. هل أكلته يا فكري؟ سأشرح لك. أعتذر لكم، لقد أكل طعامي. حسناً، في الواقع هذه أنت؟ بالطبع لا. الصوت قادم من وراء فكري. بطة وونيس، هل أنتما من أكل طعامي؟ تذوقنا منه قليلاً. آسف يا لين، حاولت منعهما من أكل الطعام. كان طعمه فعلاً لذيذاً. الذي وأشهى طعام تذوقناه. لا أصدق أنكما أكلتماه ولم تتركا لي. أنتما أكلتماه. لما لا نأكل كلنا أيضاً؟ لنذهب ونحضر طعاماً ونلتقي في بيت بينون.
أنا سأبقى هنا، لا أريد أن أتركك وحدك. لين، لست أبداً وحدي في وجود حبات البلوط، وأيضاً معي هذان. حسناً، معنا خبز، طماطم، عصير، وأيضاً حلوى لين. آسف يا روزي، المقهى مقفل. لم أقصد أن أكون أفضل طباخ في العالم، كل ما أردته هو مكان يفرح فيه أصدقائي. وسنفرح فعلاً يا بينون إن كنت أنت سعيداً. بلبلة، كمون، نظف المكان هنا. كرز، رومبا، أنتما ساعداني في المطبخ. لين، أنت مسؤولة عن الحلوى. لكن وماذا أفعل أنا؟ اجلس ولا تحرك ساكناً. من الآن هذا مقهى بينون للخدمة الذاتية، حيث يقدم كل واحد الطعام لنفسه. أعلن افتتاح مقهى بينون للخدمة الذاتية. جبن. كعك حلوة. شكرا يا روزي. هذه أغرب وجبة طعام أكلتها في حياتي، وأكثرها مرحاً. لن أفوت هذه الجلسة أبداً. أرأيتم؟ هذا أفضل مكان في العالم لاجتماع الأصدقاء. حان وقت الاستعداد للنوم. لا، لم يحن وقت تنظيف الأسنان. أنا أنظف أسناني دائماً قبل أن آوي إلى الفراش، ولكن أقوم أنا وروزي بأمور أخرى قبل النوم. ماذا مثلاً؟ أن أؤوي إلى الفراش الآن؟ ها، تقريباً. ترى أين سأنام أنا الليلة؟ في أرجوحة رومبا، إنها جميلة ومريحة. لا أستطيع أن أنام في هذه، أريد عشاً لطيفاً ومريحاً. أوه، ربما أستطيع أن أبني لك واحداً. أمسكي بهذا من هنا، وأنا سألف هذا بهذه الطريقة هكذا. أوبس. لا يمكنك النوم؟ لا، الأمر غريب بدون روزي. أنا أنظر صوب النجوم عندما لا أستطيع النوم. أتعرف أسماءها؟ هل لها أسماء؟ نعم، أترى تلك المجموعة من النجوم هناك؟ اسمها الدب الأكبر. واو، مثلك أنت. هل هناك الأرنب الأكبر؟ ترى ما الذي يفعله رومبا الآن؟ ربما يحاول أن ينام ولا يستطيع. لا أستطيع أن أنام. حاول أن تعد النجوم. 1 2 3 4 5. نسيت واحدة. 1 2 3 4 5. نجمة جميلة. لا، أضعت العد. نجمة، 2 3. بلبلة، أنت مستيقظة؟ بلبلة. آسفة يا بلبلة، لم أقصد إيقاظك. رومبا يفعل هذا بي دائماً. اشتقت إليه. أحياناً رومبا يغضبني بسبب ضجيجه والفوضى التي يسببها، ولكن أتصدقين؟ اشتقت إلى ذلك أيضاً. هذا لطيف يا روزي. لا أصدق، ما هذه الليلة؟ هل نمت قليلاً يا رومبا؟ لا، لا أظن ذلك. هل حان وقت الفطور المدهش؟ ليس تماماً، نحن في حاجة إلى نزهة في الهواء الطلق أولاً كي ننشط. هيا لننطلق.
آسفة لأنني لم أدعك تنامين. لا بأس يا روزي، أظن أنني أعرف تماماً ماذا يمكن أن يفرحك. صحيح، سأعود حالاً. هل سنذهب لنرى روزي؟ لكن ماذا عن الفطور المدهش؟ هناك متسع من الوقت للفطور. سأذهب إلى بينون وأصطحب رومبا إلى روزي، وعندها سأتمكن من النوم. أهذا هو؟ فطور كرز الممتاز بامتياز؟ نعم، آسف، عندما أكلت لقمة التهمت كل المكونات. آسف يا لين. لا عليك. ما زلت جائعاً. فكرة، لنذهب إلى بيت بينون، ربما لديه ما يكفي لنا أيضاً. ياو بينون، رومبا، أين هما؟ أهلاً بينون، جئنا للفطور. بلبلة، أين بينون؟ لقد ذهب، ورومبا أيضاً لا أجده. لنبحث عن روزي، تعرف ماذا نفعل. روزي، روزي، ليست هنا. لا تقلق يا رومبا، سوف نجدها. يا بينون، أين يمكن أن تكون؟ رومبا، بينون، وجدناكما. ولكن أين روزي؟ روزي! يا رومبا، اشتقت إليك كثيراً، لم أستطع النوم. أنا أيضاً يا روزي. جئت لأحضر بعد التفاح احتفالاً بعودتك. سأصنع فطيرة تفاح وفراولة. يم! والآن، هل نستطيع أن ننام أخيراً؟ أرجو ذلك. لقد ناموا جميعاً. نعم، لن يكون هناك فطور مدهش ولا ممتاز إلا إذا... لا، لقد تأخرت في النوم. تأخرت على ماذا؟ الفطور المدهش الممتاز بامتياز. هذا أفضل فطور مدهش وممتاز في العالم. أحسنتم جميعاً، لقد انتهى الحصاد يا رفاق. يا إلهي، انظروا إلى هذا. بعض الفواكه والخضروات للأسف أتلفها الصقيع. ماذا سنفعل بكل هذا؟ يا للخسارة. لا تقلق يا بينون، ربما بعضها لم يفسد. ليست جميعها تلفة، هناك بعض الفواكه والخضر الجيدة بينها. هذا البرقوق طعمه لذيذ. السيد والسيدة موردي والسناجب، ماذا يفعلون يا ترى؟ بسرعة، يجب أن تأتوا لتروا هذا. عائلة موردي ألهمتني فكرة. رأيتم؟ أنا لم أفهم. سنصنع بها أريكة؟ لا، ليس تماماً. بما أنهم ابتكروا استخدامات جديدة للفاكهة والخضر، إذن يمكننا التفكير في طرق لاستخدامها.
لكنها لينة يا روزي. أجل، لكن ربما هذا ليس شيئاً سيئاً أبداً. هيا يا بينون، ساعدني في حمل الخضروات اللينة إلى بيت اللعب وسأريك. حسناً يا روزي. حاول استخدام أكبر كمية ممكنة من المحصول. يمكننا بهذا أن ننجح موسم الحصاد. مستعدة يا روزي؟ عظيم، فلنذهب. أنا أعرف ماذا أفعل بهذه. ماذا ستفعل بكل هذا يا كرز؟ سوف ترى يا رومبا. حسناً، يبدو أنني سأكون رئيس الذواقين وحدي هنا. شهي. لا 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 لو لو لو. رأيت الرسم بالبطاطا من قبل مرات كثيرة جداً. ليست كهذه. ماذا تفعلين؟ سترى. رائع، ها هذا مدهش. ياه. اقترب موعد حفل الحصاد يا بينون. أجل، ما الأمر؟ ألست متحمساً؟ حسناً، بالتأكيد من الرائع أنك نجحت في استخدام بعض من الفاكهة، ولكن ما زلت مستاء بشدة لخسارة المحصول. أنا أكره الخسارة. طردت العجينة كما طلبت مني، ولكن أظن أنني مستعد لأفعل ما تريدينه الآن. انتظر. رائع، منزلي وحديقتي رائعان يا لين. كيف فعلت هذا؟ لقد قمت باستخدام البطاطا. البطاطا؟ أهلا إلى حفلك المتميز للحصاد يا بينون. لكن ماذا عن بقية الخضروات؟ أين اختفت كلها؟ إنها هنا في الفطيرة الضخمة. حقا؟ نعم، لين ساعدتني. أرأيت يا بينون، لم تبدو الفواكه والخضر جيدة، لكنها كانت صالحة للأكل. تفضل تذوقها. حسناً. أوه شهية، هذه أفضل فطيرة خضروات تذوقتها. هيا فليبدأ الحفل. لكن أين رومبا؟ لا يمكن إقامة الحفل من دونه. اطمئني يا روزي، سنجده. انظروا، بذرة برقوق. لقد كان رومبا يأكله في الصباح. قلب تفاحة؟ وأنا أيضاً وجدت بقايا جزرة. لابد أنها إشارات. بسرعة فلنتتبعها. مرحباً بكم. يا رومبا، انظر ماذا فعلت من فوضى. أنا آسف، يبدو أنني أحدثت فوضى. أعتذر عن الفوضى يا بينون. لا بأس يا رومبا، ذكرتني بأن الفضلات أحياناً تكون مفيدة. الفضلات؟ كيف؟ بسيطة، لو جمعت هذه البذور ونوى الفواكه وزرعتها سيكون موسم الحصاد القادم أكبر. رائع، فكرة جيدة. وبقية الفضلات ستتحول إلى تربة جديدة اسمها سماد لتغذي النباتات. إذن لم نخسر أي شيء في موسم الحصاد يا بينون. لم نخسر شيء، والآن الموسم القادم سيكون أكبر من هذا. رائع. وقت الاحتفال. لا نحتاج سوى الموسيقى. يا إلهي، ليست هذه الصافرة. ماذا تفعل هنا يا إد؟ إنها تعمل. هذا أفضل حفل للحصاد. شكراً يا روزي. شكراً.
أي شيء من المحصول يا فكري، وصنع رومبا سافرة بالجزر، أليس كذلك؟ يبدو الأمر ممتعاً. رومبا، لا أصدق أنت ما زلت جائعاً، ألم تشبع؟ كدت أنتهي. أغمضي عينيك يا روزي. تدا! عقد من بذور البطيخ؟ رومبا، إنه يعجبني، أشكرك. أنت لن تأكل هذه الثمرة بالتأكيد، أليس كذلك؟ لا تقولي هذا، هذه متميزة، كنت أدخرها. لماذا يا رومبا؟ سوف أصنع منها طبلاً جميلاً.